قصة الكلب وقطعة اللحم. كان هناك كلب قد سرق قطعة من اللحم وجرى مسرعا كي لا يلحق به أحد، إلى أن وصل لنهر. فلما نظر الكلب إلى النهر وجد انعكاس صورته في الماء، فظن أن هناك كلبا آخر يحمل قطعة لحم أخرى، فقرر الكلب أن يأخذ قطعة اللحم التي رآها معكوسة في الماء، ففتح فمه ونبح، فوقعت قطعة اللحم من فمه في مجرى النهر، وخسر قطعة اللحم بسبب طمعه وجشعه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. أيها الأحبة الصغار، يجب الإقلاع عن العادة التي تجعل الواحد منا يطلب هذا الشيء مرة وذاك الشيء مرة أخرى، ويريد المزيد أكثر ليحصل عليه، أو أنه بعد أخذ نصيبه يرغب في أخذ نصيب شخص آخر. وعلى سبيل المثال، لو تم توزيع الشوكولاتة على الأطفال لكل طفل حبة، فلا يليق بواحد منهم بعد أن أكل حصته أن يأخذ نصيب آخر، فهذه عادة سيئة تدل على الطمع المذموم. طريقة الإقلاع عن العادة السيئة: أفضل طريقة للتخلص من هذه العادة السيئة، كن قنوعا في قلبك وفكرك بما لديك وراضيا بما قسم لك، وانظر إلى من هو أقل منك في النعم، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في النعم. أيها الصغار، ينبغي لكم جميعا أن تنووا الإقلاع عن عادة الطمع إن كانت موجودة لدى أحدكم، ولا تنسوا أن الحرص على المعاصي والسيئات فعل قبيح، وأن الحرص على الطاعات والحسنات فعل حسن. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابعوا قناة مدني الفضائية.